تجاوز عدد قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد 100 شخص، وما زال أكثر من 200 آخرين في عداد المفقودين، وهو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده اليابان منذ ما يقرب من 8 سنوات. ودمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي البنية التحتية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23,000 منزل في منطقة هوكوريكو. هذا ويستمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة لليوم السادس، فيما ينتظر أكثر من 30,000 شخص تم إجلاؤهم المساعدة.